دودة الحروف. مرحبا يا أصدقاء. ها ها ها، أنا دودة الحروف، وسنتعلم معا حروف الهجاء العربية. الحرف السادس، حرف الحاء. الحاء هو الحرف السادس من حروف اللغة العربية الهجائية، ويأتي بعد حرف الجيم. نطق الحركة فقط. حاء مفتوحة، حمامة. حاء مضمومة، حوت. حاء مكسورة، حصان. حاء ساكنة، أحجار. مواضع كتابة حرف الحاء: يأتي حرف الحاء في مواضع ثلاث للكلمة فيما يلي: حرف الحاء في أول الكلمة، مثال: حليب، حوت. ويأتي حرف الحاء في وسط الكلمة حسب الأشكال التالية، مثال: لوحة، سلحفات. وفي آخر الكلمة يأتي حرف الحاء حسب الأشكال التالية، مثال: تمساح، بلح. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة يا أصدقاء، وتعرفنا على حرف الحاء ومواضع كتابته وحركاته، وتفرقون بينه وبين الجيم بأن الحاء ليست منقوطة أبداً، أما الجيم فلها نقطة من أسفل. ألقاكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.